مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم يا هلا، نلقي فيها الضوء على أبرز ما جاء في المشهد السعودي. قبل 10 أيام من الآن بالضبط طرحنا في برنامج يا هلا حلقة ثانية وجديدة كانت في حينها عن موضوع إيقاف الخدمات وفق الضوابط الجديدة اللي أعلنت من وزارة العدل. يومها كان معنا في الاستديو رئيس محكمة التنفيذ في الرياض الشيخ عبد الله البهلال، وكان معنا عبد الوهاب وهو أحد الموقف خدماتهم، واستعرضنا التعميم اللي أرسل من وزارة العدل عفوا من المفترض إلى كل الجهات اللي يجب أن تنفذ الضوابط الجديدة، وخاصة فيما يتعلق بأمور الأحوال الشخصية، استخراج الهوية الوطنية بدل الفاقد، إضافة المواليد وغيرها، استخراج برنت، كل ما له علاقة بالأحوال المدنية. من يومها إلى اليوم وكل الناس اللي يراجعون الأحوال المدنية يشتكون من أن النظام أو الضوابط الجديدة لم تطبق حتى الآن، وهذا رسم استفهام كبير وسؤال كبير أنه ليش إلى الآن هذه الضوابط ما نفذت. اليوم في هلا نحاول أنه نلقي الضوء على هذه الزاوية، الأحوال المدنية ووزارة العدل وفق الضوابط الجديدة، إيش اللي أخر موضوع التطبيق إلى الآن، متى سيطبق، وما الخدمات بالضبط التي سيشملها هذا التطبيق. حوار موسع في هذا الموضوع مع ضيفي هنا في الاستديو بنشوفه، ولكن بعد هذا التقرير. بعد طرح قضية إيقاف الخدمات على الطاولة يا هلا وانتشار المطالبات بإيجاد حلول تحد من أضرار إيقاف الخدمات، ها هو الملف يفتح من جديد، حيث كشفت وزارة العدل مؤخرا عن ضوابط لإيقاف الخدمات التي شملت على أن يمنح الموقف خدماته حق تسديد وإصدار الهوية الوطنية. كما ذكرت وزارة العدل ووزارة الداخلية في بيان مشترك أنهما ستعلنان عن اكتمال المتطلبات التقنية لاستقبال الراغبين في تجديد هوياتهم الوطنية من الموقفة خدماتهم، حيث شرعت الأحوال المدنية في عملية التهيئة التقنية اللازمة بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني، وسيتم الإعلان عن اكتمالها. وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قد أصدر في 25 من رجب المنصرم تعميما يقضي بتحديد ضوابط إيقاف الخدمات الحكومية في ضوء الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة. وشدد التعميم على ألا يترتب على إيقاف الخدمات الحكومية الصادرة من المحاكم ضرر على التابعين للموقوفة خدماتهم، وألا يشمل وقف الخدمات الحقوق الأساسية المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل أو توثيق الواقعات المدنية كتجديد الهوية الوطنية، وألا يترتب على وقف الخدمات ضرر عام كإيقاف خدمات المرابطين على الحدود على سبيل المثال. قبل ما نتكلم عن هذا الموضوع أبغى أنوه إلى شغلتين. الشغلة الأولى أنه في هاشتاج إيقاف الخدمات في يا هلا، وهذا الهاشتاج مستمر معكم في كل حلقة نطرح فيها هذا الموضوع، تستطيعون من خلاله مشاركتنا بأسئلتكم بأراءكم بانطباعاتكم. النقطة الثانية أنه يجب أن نشكر في فريق أو في فريق عمل يا هلا كل الأشخاص اللي تفاعلوا وتجاوبوا مع الحلقات السابقة اللي طرحت، وإن شاء الله أنه نحاول نغطي كل النقاط المتعلقة بهذا الموضوع. اسمحوا لي أن أرحب معي هنا في استوديو بالمتحدث الرسمي للأحوال المدنية الأستاذ محمد الجاسر. أستاذ محمد شكرا لتجاوبك مع دعوة البرنامج وحياك الله في أهلا وسهلا حياكم الله. السؤال الكبير الآن، نعم، ليش ما نفذت ومتى ستنفذ؟ خل نبدأ بمتى ونرجع لليش. طبعا متى راح تنفذ؟ هو طبعا الأحوال المدنية في البداية يعني من قبل ما يصدر تعميم وزارة العدل كانت بادرت بهذا الموضوع بحكم أنها هي الجهة المختصة، بحيث أنه يكون إيقاف الخدمات ما يشمل السجل المدني وتجديد الهوية، لأنه هذا يتعلق بحقوق المواطن وأيضا بوظيفة الأحوال المدنية. كيف بادرت؟ يعني كلمت وزارة العدل؟ إحنا لا، رفعنا لسمو وزير الداخلية بالموضوع هذا، بحيث أنه يكون إيقاف الخدمات ما يشمل تجديد الهوية، والآن في لجنة مشكلة وراح تنهي الموضوع هذا إن شاء الله قريبا. يعني تقدر تقول لي متى رفعته لوزير الداخلية؟
يعني انتم الموضوع من زمان انتم مبادرين فيه؟ نعم، لانه تعرف العدد ازداد والناس صارت تجي الاحوال المدنيه بشكل كبير، في اضرار وقعت على المواطن وايضا على الاحوال المدنيه، بحيث انها ما تقدر تمارس حقها. الشخص اذا وضع على نظام المطلوبين اللي هو ايقاف الخدمات، الاحوال المدنيه ما تقدر تسوي له شيء ابدا. مين اللي يسوي له؟ الجهه اللي ادرجتها على ادرجت الملاحظه عليه. هي مين الجهه؟ اي جهه، وزاره العدل، الشرطه، الاحوال المدنيه، اي جهه قضائيه، سواء قضائيه ماليه تنفيذيه بحكم القبض او شيء من هذا القبيل. هو ما يدرج الا قاضي التنفيذ ولا لا؟ لا مو لا لا مو بشرط. مين الجهات؟ هذا نظام جميع جهات وزاره الداخليه ووزاره العدل، ايضا بعض الجهات في مؤسسه النقد ايضا هي تدرج على النظام. الامارات يعني نتكلم تحديدا عن المديونين، يعني خلنا في اذا بتتكلم عن الايقاف المالي اللي هو اللي يدرج من وزاره العدل، فهذا الجهه المسؤوله عنه وزاره العدل. لما يجي شخص يقول له انا ما اقدر اجدد هويتي والملاحظه مدرجه من وزاره العدل، الاحوال المدنيه ما تقدر تسوي شيء. طيب الحين قبل 11 يوم بالضبط يعني صدر اللي هو الضوابط الجديده من وزاره العدل. نعم تمام، واللي تشمل التجديد الهويه والبدل الفاقد وغيرها، واعلن وكان معنا الشيخ عبد الله البهلال وطلعنا على الهواء التعميم اللي المفروض انه ارسل صحيح لكم. موجود التعميم. وش اللي اخر العمل فيه الى الان؟ ليش الناس اليوم اذا راحوا يقولوا لهم حقين الاحوال احنا ما نقدر؟ مثل ما قلت لك الان هذا التعميم، الان الاحوال المدنيه جهه مشاركه في هذا النظام مثلها مثل وزاره العدل. يعني احنا ما في فرق بيننا وبينهم، اللهم انه احنا الجهه المسؤوله عن تجديد الهويه الوطنيه والمسؤولة عن استخراج الوثائق الثبوتية. فما أقدر أسوي له شيء، هو الشخص هذا لازم الجهة، يعني في كثير من الحالات جت الأحوال المدنية، الجهة اللي أدرجتها على النظام ترفع الملاحظة عنه بحيث أنه يتم تجديد الهوية ثم ترجع مرة ثانية. هذا شيء عالي. أستاذ محمد خلينا نفهم الموضوع، يعني الحين هو علشان يطلع بدل فاقد مثلا ولا يجدد الهوية لازم الجهة ترفع الإيقاف وتجددوا له وترجع تسوي الإيقاف. ما هو هذا اللي صدر في التعميم؟ اللي صدر أنه يستمر إيقاف الخدمات ولكن ما يحرم من هذه الميزات. هذا التعميم للقضاة، لقضاة التنفيذ، بحيث أنه يرون بعض الحالات مثلا المرابطين في الحد الجنوبي هذا يمكن ما يدرج على النظام. إيه هذا انتهينا منه. يرفع عنه الإيقاف تماما. إيه نعم يرفع عن الإيقاف، هذا شيء خاص بقضاة وزارة العدل. التعميم لم يوجه للجهات الحكومية الأخرى، تعميم صدر من وزير العدل لقضاة التنفيذ فقط تابع لوزارة العدل. إنه يعني الادراج، اليه الادراج عنهم بحيث انه ما يكون في ضرر على المواطن. طيب انتم اجتمعتم انتم ووزاره العدل؟ اي نعم اجتمعنا الاسبوع الماضي. وش اللي اتفقتوا عليه عشان نكون واضحين؟ اتفقنا انه حاليا انه يكون في بيان مشترك بيننا وبين وزاره العدل. أيوة. بحيث انه الوضع الحالي الان بحكم انه الاحوال المدنيه مبادره من السابق، والان هذا نفس التوجه عند وزاره العدل. أيه؟ بحيث انه هذا الايقاف لا يمنع تجديد الهويه. حلو. بحيث انه يكون البيان المشترك يوضح للمواطنين انه تجديد الهويه الوطنيه واستخراج البرنت، هذه الحالتين فقط ما زالت الى الان لم تنتهي. وش تقصد بهذه الحالتين فقط؟ يعني تجديد الهويه واستخراج يعني البرنت. أنا تقصد انه اضافه مولود مثلا للاحوال المدنيه؟ لا، الايقاف الخدمات لا يشمل التابعين ابدا، اضافه مواليد، تسجيل واقعات الزواج، الطلاق، اي شيء، التعريف على التابعين هذا ما يشمله ابدا. اللي يروح للاحوال الحين يقدروا نعم في حتى من قبل؟ حتى من قبلي. في ناس يشتكون يقولون لا؟ طبعا في ناس يشتكي وهو ما راجع، في ناس بعض الحالات تواصلوا معي ويقولون الاحوال المدنيه ما خدمتني، ولما تتواصل مع بالجوال وكذا يطلع الموضوع مخالف تمام، بحيث انه هو ما تواصل مع الاحوال المدنيه، ولما يروح الاحوال المدنيه ينبهر من الموضوع اللي صار، انه بحيث انه تم خدمته واضافه المولود واستخراج جميع الوثائق الثبوتيه. طيب ممكن نفصلها الان، واحد بيضيف مولود هذا يضيفه مباشره؟ نعم. من قبل والى الان؟ من قبل. الزوجه، الابناء، كل شيء هذا متاح، يسجل زواج، يسجل الطلاق، يسجل اضافه المواليد. أيه؟ يعرف على الابناء، اي شيء يخص التابعين. حلو. ما يمنع. طيب نجي للي يخصه هو، اللي يخصه الايقاف ينصب عليه الان. الاحوال المدنيه في الموضوع هذا أيه؟ بادرت قبل الجهات كلها، بحيث ان الان الموضوع اصلا عند مركز المعلومات الوطني. أيه؟ وجهه تابعه لرئاسه امن الدوله، فالان الموضوع يدرس وهو قيد التنفيذ ان شاء الله. يعني متى في اجتماعكم ما اتفقتوا على موعد؟
طبعا في استماعات. أنت قلت في البيان أنه تهيئة لتنفيذ الموضوع هذا. التهيئة التقنية بحيث أنه يكون لما يصدر على أي شخص إيقاف خدمات هذا الموضوع لا يشمل السجل المدني أبدا. تلقائيا في النظام. في النظام. وبالتالي لا أنتم تتعقدوا ولا. خلاص ولو يجدد هويته يطلع بدل فاقد يطبع برنت يسوي أي شيء. طيب عشان نوضح للناس الآن مين الجهة اللي مفروض تحل هذا الموضوع تقنيا؟ هذا طبعا تقنية لازم تكون جميع القطاعات متفقة مع بعض وفي اجتماع مع مركز المعلومات الوطني بحيث أنه هو الجهة المسؤولة فنيا وتقنيا هذا الموضوع. حلو، أنتوا اجتمعتوا ورفعتوا المركز المعلومات؟ احنا رفعنا اسم وزير الداخلية ووزير الداخلية وجه بدراسته من مركز المعلومات. طيب اللي رفعتوها في الدراسة تشمل ايش؟ تشمل السجل المدني، إيقاف الهوية اللي له تجديد الهوية. نقطة نقطة تجديد الهوية بحيث أنه أي شيء ما يتعلق بالسجل المدني في خدمات من السابق ما عليها أي مشاكل، هذه باقية مثل ما كانت حق التابعين. تابعين الآن الشخص نفسه يقدر يزور مكتب الأحوال المدنية بعد ما تنتهي التهيئة هذه التقنية بحيث أنه يجدد هويته، يطلع بدل فاقد، يطلع بدل أي شيء يتعلق بالهوية، برنت، كل شيء، كل شيء. طيب في ناس يسألوا عن اللي عليه أمر قبض، عليه أمر قبض نعم وإيقاف خدمات. هنا. إذا جاء الأحوال يبغى يطلع بدل فاقد ولا يستخرج هوية وطنية ولا أي شيء يخصه هنا. هل الأحوال تستخرج له بعد تهيئة النظام ولا يعملوا له مشكلة ويبلغوا عنه ويقبض؟ طبعا إذا جاء بيعملوا الإجراءين بحيث أنه يتم تنفيذ أمر القبض عليه وبعد كذا يتم تجديد الهوية له. يعني ما يجي لا هو هذا الأمر أمر القبض طبعا مو موجه للأحوال المدنية فقط، هو أي جهة بيراجعها الوزارة الداخلية راح يتم القبض عليه، لأن هذه الملاحظة اللي موجودة. بس عشان نوضحها الآن، شخص عليه أمر قبض لو راح يبغى يجدد بطاقته حينفذ له الأمرين، يقبض عليه، يقبض عليه وتجدد هويته. الجهة اللي استلمتها هي اللي تتواصل مع الأحوال المدنية بحيث أنه يتم تجديد الهوية أو طبعا إلقاء القبض هذا أمر له علاقة بقاضي التنفيذ وزارة العدل. طيب في سؤال آخر جانا حول إضافة المولود على الكرت وليس في النظام. طبعا هو يضاف في النظام، لكنه مثلا في آلية بحيث أنه يتم طباعة السجل وشهادة الميلاد اللي هي زوجته تراجع، ابنه، ابنته، أخوه، بحيث أنه يطبع له السجل ويسلم له. لا الحين هو إذا جاء يضيف المولود يضاف في النظام وفي الكرت ولا يضاف في النظام فقط؟ ليش؟ لأنه الإضافة هي بالنسبة كتسجيل واقع مدنية يعني تنفيذ نظام الأحوال المدنية هي تسجيل واقع في النظام. بس وش حكاية طباعته في الكرت؟ الطباعة هذا شيء فني، أنه شخص لما يطبع السجل، لما يجي طباعة السجل في أيقونة بحيث أنه يدخل السجل المدني للشخص المستلم، هل هو نفس الشخص؟ بالنسبة للأشخاص العاديين اللي ما عليه إيقاف خدمات يكتب نفس الشخص، لكن لما يكون عليه إيقاف خدمات وتحط نفس الشخص ما يطبع له النظام. هذا مفروض طيب الضوابط الجديدة يعدل؟ هذا من زمان عندنا بحيث أنه موجود أنه الأخ الأب الابن الابنة الزوجة، كثير من الزوجات يستلمون سجل الأسرة لزواجها. يعني عادي ممكن الزوجة تيجي وتستلم. هو الحكاية في من يستلم، من يستلم فقط، لكن الإضافة، لكن هو يقدر يجي ويضيف ويسوي كل شيء. طيب تعديل المهنة هل من ضمن الأشياء؟ إيه نعم، هذا من ضمن الأشياء، لأن هذا ينصب على الشخص نفسه. حلو، يعني بعد التطبيق يقدر يعدل المهنة، بتكون تنفك هذه الأشياء جميعا، أي شيء ينصب على الشخص نفسه في إيقاف الخدمات ينتهي إن شاء الله، سواء كان عسكري أو مدني. نعم. طيب السؤال اللي بنرجع له في الحلقة هذه ألف مرة حتى نحاول أن نقرب إجابته، متى يتم هذا الموضوع؟ طبعا شوف بقولك شيء، أنت عارف أنه متى هذا ما أقدر أعطيك أنا موعد محدد، لكن احنا مستعجلين على الموضوع، خاصة انه بعد الان ايقاف الخدمات صار يعني بشكل كبير يراجعونا، يعني ايقاف الخدمات حتى راح يكون في مبلغ قليل، مو بشرط يعني يكون مبلغ كبير او شيء، لكن في وفي ناس حالات كثير يعني لهم، يعني في بعض الحالات مرت علينا عليها اكثر من 29 بلاغ ايقاف خدمات من اكثر من جهة، فممكن هذا تفك واحدة ثنتين ثلاثة رمى، فاحنا ودنا الموضوع هذا ما يشمل تجد الهوية. الأحوال المدنية مبادرة مثل ما قلت لك، وفي اجتماعات إن شاء الله دائرة الآن بحيث إن شاء الله يتم. لما اجتمعتم أستاذ محمد ما حددتوا موعد؟ لو افتراضي إنه يا جماعة مثلا خلال أسبوع ولا أسبوعين من الآن يفترض إنه اجتماعنا الثاني، وخلال أسبوع ثالث يفترض إنه انتهينا من النظام. طبعا أنت عارف راح يكون التعديل على سجل مدني مركزي بالكامل، راح يكون تعديل على بعض قطاعات أمنية في النظام، راح يكون في يعني أشياء كثيرة يعني ممكن ما نقدر نقولها في الإعلام، لكن راح تكون تعديلات إن شاء الله بحيث أنها
ترضي جميع الأطراف إن شاء الله، من ضمنها أهمها المواطن يعني إن شاء الله. طيب الحين أستاذ محمد، اللي يجيكم مثلا في حالة إلى حد كبير تعتبر استثنائية، مثلا وظيفة واقفة على استخراج البرنت، إذا ما طلع برنت ما راح يتوظف، إذا ما طلع ما راح يتعالج، إذا ما طلع ما راح يجدد كرته في المستشفى مثلا، هذه أنتوا إيش تقدروا تسووا فيها؟ ما راح نقدر نسوي شيء لأنه فنيا موقف، ما أقدر أنا الموظف يعني حتى ما عنده أي شيء، هذا موقف خدماته ما أقدر أسوي له شيء. حتى لو راح لمدير الأحوال ما في ما حد عنده صلاحية يعني أبدا يكون في رفع الإيقاف فقط من الجهة اللي أدرسته، يعني ممكن هو يروح يقول أنا وظيفتي متوقفة على هذا الموضوع، أي جهة أوقفت خدماته، وفي كثير من الجهات من ضمنهم وزارة العدل يعني متعاونين بشكل كبير بحيث أنه يرفعون الإيقاف عن بعض الحالات اللي يراها القاضي أنها يعني تستاهل او يا ليت نوضح الموضوع هذا، انت وش تنصحهم وش تقترح عليهم؟ يعني في كثير يرجع للشيخ، يرجع للجهه اللي اوقفتها، اقسام اي جهه اوقفت خدماته بحيث انه يعرض عليهم حالته، يرفعون خدماته، يرفعون الايقاف عن خدماته بحيث انه مده بسيطه ويرجع مره ثانيه. يعني ممكن قاضي التنفيذ ولا اي جهه ثانيه وقفت الخدمات هذا يرفع من عنده من النظام؟ اي نعم، هذا هذه حالات انا يعني تواصلوا معي وقالوا انه رفعت خدمات او ايقاف الخدمات وتم تجديد الهويه، وفي تنسيق بين الاحوال المدنيه والسجون ايضا في كثير من الحالات انه يكون رفع الايقاف عنها وتجديد الهويه ويعاد مره ثانيه. طيب الان اللي يجيكم خلال هذه الفتره كلها ما تقدر تسوي له شيء؟ لا ابدا، الان ما حد يقدر يسوي شيء، لا الاحوال المدنيه ولا غيرها ولا حتى وزاره العدل ولا حتى وزاره العدل، اذا ادرجوه خلاص يا يرفعوا الإيقاف عنه يا ما يتم. طيب أي شيء. الحل ببدء الضوابط الجديدة عند مركز المعلومات الوطني إن شاء الله، مركز المعلومات الوطني بحيث أنه هو الجهة المسؤولة عن الشيء هذا بناء على طلب بالأحوال المدنية وبناء على التعميم اللي صدر وزارة العدل، إن شاء الله أنه في تواصل بين هذه القطاعات بالكامل إن شاء الله، وراح يكون في بيان آخر إن شاء الله متى؟ بعد فترة، بعد ما يكون الاجتماع في ثاني راح يبين فيه جميع. حددتم متى موعد الاجتماع الثاني او متى ممكن يصير جديد في هذا؟ ان شاء الله ممكن خلال الاسبوع هذا ان شاء الله بحل خلال هذا الاسبوع. طيب كويس طلعنا بموعد ان شاء الله نبحث عن اي موعد. طيب بكل صراحه هل هناك توجيهات معينه عندكم انه اسرعوا في هذا الموضوع وخلصوه بما انه خلاص يعني بحمد الله صار رسمي وصدر وكل شيء؟ طبعا انت عارف يعني ولاه الامر وقيادتنا الرشيده يعني دائما يوجهون الجهات الحكوميه بانه يعني تسهيل اجراءات وتسخير جميع الامكانيات للمواطنين بحيث انه ما يقع عليهم ضرر، وهذا في يعني الاحوال المدنيه واي قطاع حكومي لاحظ انه في ضرر بغض النظر عن ايجابياته في النواحي في النواحي الشرعيه وايضا الامنيه، هو له جانب امني كبير طبعا، لكن هذا ما يمنع انه يعاد دراسته والنظر في الضوابط مره اخرى بحيث انها تكون يعني ملائمه للجميع ان شاء الله. طيب انت استاذ محمد كمعايش للاحوال وكثير من الحالات اللي جتكم، انا متاكد انك سمعت حكايات يمكن اكثر من اللي جتنا. نعم. خلاص، وش الاشياء الاخرى اللي تقترحها في موضوع ايقاف الخدمات من الان انها تحل علشان ما ندخل في مازق ثاني؟ مثل ايش يعني؟ تقصدك الاشياء تحل؟ ما في الا تجديد الهويه هو العائق الان. تجديد الهويه واستخراجها، شيء متعلق ببطاقه الهويه الوطنيه هو العائق، لكن بالنسبه للتابعين وغيره هذا ما في اي عائق، ما في اي شيء. انا اقول لك ما في اي شيء، ما في اي شيء يمنع من اضافه الابناء، من اضافه الزوجات، ما في اي شيء يمنع. لو احد راح وقالوا له ما نقدر، المفروض يشتكي على مين؟ في كثير يروح لكن مو بعارف الاليه، ففي كثير انا تواصلوا معي واقول انا خلي اخوك يروح، خلي زوجتك تروح، ما يخليهم يروحون. هو يروح بنفسه ويقول ما اضافوا. وفعلا لو تدخل على حسابه في أبشر تلقى المولود موجود، تلقى الزوجة موجودة، تلقى الواقع مسجل، لكن بعض الناس يعتقد أنه الإضافة هي في الطباعة في الكرت. طيب الحين الطباعة أمرها فني وسهل يعني ما في أي مشكلة، ولا يستلمها هو؟ لا ما يستلمها، تستلمها الزوجة تستلمها. طب الحين إذا راحت الزوجة للأحوال ما يقولوا لها خلي الزوج هو اللي يجي يستلمها؟ لا لا لا، الزوجة من الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن مثلا المواليد وعن واقعات الزواج والطلاق، هذه المرأة من الزوجة من الأشخاص المبلغين في الواقعات المدنية. طيب الآن الأشياء اللي ذكرتها بتجديد الهوية والإيقاف الخدمات والكلام هذا كله، لما يصير الموضوع مهيأ
كيف تصير آلية تنفيذها؟ في طريقة إلكترونية الشخص يقدر يخلصها فيها ولا لازم في كل الأحوال يجي؟ طبعا على حسب الخدمة، على حسب الخدمة يكون فيها مثل الآن تسجيل إضافة المواليد أصلا يعني صارت إلكترونية الآن، فممكن بعد لأنها صارت مربوطة مع وزارة الصحة، فممكن بعد ما يجي الشخص مولود يتراجع زوجته مثل ما قلت لك، تراجع خلاص استلم جميع الوثائق، جميع الإجراءات تسويها بنفسها بدون ما يجي هو، يكتفى بصورة بطاقته فقط يعني. في الأحوال المدنية اليوم هل بيدكم الإسراع في التنفيذ أو مخاطبة الجهات الباقية أنه يا جماعة الطلبات عندنا تتزايد والناس منتظرين التنفيذ أسرعوا؟ طبعا ما هو طلب الإسراع وطلب التنفيذ أو طلب هذه أشياء يعني احنا جهات مكملين لبعض ولسنا يعني كل جهة تفرض على جهة أخرى شيء ثاني، فممكن احنا نكون يعني نبادر بحيث أنه نسهل بعض الطلبات، نسهل بعض الإجراءات مع القطاعات الثانية، نوفر الإمكانيات الفنية بحيث أنه الموضوع يتم بأسرع وقت ممكن إن شاء الله. كيف تجاوب القطاعات الثانية معكم في الاجتماعات؟ جدا ممتاز، لا جدا ممتاز بالعكس يعني ما بعض القطاعات تكون هي المبادرة أيضا يعني المبادرة لإيش؟ يعني لما طلبنا منهم مركز المعلومات يعني على طول إن شاء الله وافقوا على اجتماع سريع على طول، وإن شاء الله راح يكون فيه يعني نتائج إن شاء الله جيدة إن شاء الله. طيب إحنا الآن ننتظر منكم خلال هذا الأسبوع بيان آخر صحيح؟ والله على حسب الاجتماع، في الاجتماع إن شاء الله راح يوضح هل في نتائج جديدة بحيث أنه تعلن أو أنه ما تعلن. اجتماعكم يوم الأربعاء مثلا؟ لا 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 ما هو بيوم الأربعاء الحقيقة، يعني إن شاء الله أنه خلال هالأسبوع لكن ما حدد إن شاء الله بحله. طيب والبيان حيكون نفس البيان الأول مشترك بينكم وبين الجهات؟ إذا في بيان راح أكيد يكون مشترك، راح يكون أو يكون من جهة المخولة بالتصريح إن شاء الله. طيب هذا البيان نتوقع فيه إعلان الموعد ولا استكمال الدراسة؟ والله أنا ما أقدر يعني أستبق لك الأحداث وأقول لك شيء ما بعد يعني حتى ما بعد صار الاجتماع، ما بعد حتى الجهات وضعت أو قالت وش اللي عندها إلى الآن، يعني ما في شيء، ما في أي بوادر إلى الآن. طيب العائق في التنفيذ حتى الآن هو تقني فقط؟ نعم العائق فني ولا الأمر ماشي؟ إيه نعم العائق فني إن شاء الله. طيب إذا في كلمة أخيرة تحب توجه فيها تختم في هذا المجال، المساحة مفتوحة لك علشان بس نطمئن الناس بالذات الموقف خدمات. طبعا أنا أحب أطمئن المواطنين إن شاء الله أنه إحنا إن شاء الله في دولة راعية لمواطنيها وتهمها مصالح مواطنيها والشعب إن شاء الله، وهذه التوجيهات اللي تصلنا دائما من قيادتنا الرشيدة، وإن شاء الله راح يكون وإحنا نسعى إن شاء الله أنه نسخر هذه الإمكانيات وأنه ننفذ هذه التوجيهات إن شاء الله على أرض الواقع، وإن شاء الله القادم بيكون أفضل إن شاء الله بحله بإذن الله تعالى. الأستاذ محمد الجاسر المتحدث الرسمي للأحوال المدنية، شكرا جزيلا لك. حياك الله. أهلا وسهلا. حياك الله. كان هذا صوت الأستاذ محمد الجاسر وهذه إجاباته. حقيقة أنه كنا نأمل ونتمنى أنه نخرج بموعد واضح لبدء تنفيذ الأشياء اللي لها علاقة بالأحوال الشخصية، ولكن مثل ما سمعته من إجابات ضيفي هنا في الاستوديو أنه الموضوع ما زال يعني ليس تحت النظر بقدر ما هو تحت التنفيذ، وأنه الإجراءات تقنية بالدرجة الأولى والأحوال المدنية ستعلن في حينها الوقت اللي يبدأ فيه اللي موقف خدماتهم يراجعوا لاستخراج الهوية الوطنية وبرنت وبدل فاقد وكل الأشياء هذه. ما يستفاد من هذا الحوار أنه الآن لا يوجد بشكل مباشر استخراج هوية ولا بدل فاقد ولا شيء لكل الأشخاص اللي ممكن يراجعوا الأحوال المدنية حتى يصدر بيان يوضح الموعد النهائي بالضبط. أكثر الأسئلة اللي جتنا كانت تتعلق بفكرة اللي عليه أمر قبض، ووضح الأستاذ محمد الجاسر أن اللي عليه أمر قبض بعد تفعيل الضوابط الجديدة سيتم تنفيذ أمر القبض، وأيضا سيتم تنفيذ اللي هو الموضوع الخاص فيه في الأحوال من تجديد وغيرها. هل يشمل الموضوع تجديد الهوية؟ نعم. بدل الفاقد؟ نعم. استخراج برنت؟ نعم. تعديل مهنة؟ نعم. أما بالنسبة للإضافات الأبناء والزوجات وغيرها فهي متاح، ولكن الطباعة على الكرت يجب أن يستلمها شخص غير الموقف خدماته. النقطة الأخيرة أنه إحنا طرحنا أكثر من مرة فكرة البنوك ودور مؤسسة النقد في هذا الموضوع، جربنا نتواصل معهم اليوم، حاولنا أن صوت مؤسسة النقد يكون معنا، لكن للأسف كان
كان تجاوبهم دون المأمول، احنا نوجه لهم الدعوة عبر شاشة يا هلا اذا كانوا يسمعون الان، اذا كان الصوت يوصلهم. اتمنى من مؤسسة النقد مبادرة واضحة وصريحة في موضوع تقنين ايقاف الخدمات البنكية على الاشخاص الموقفة خدماتهم. راح نستمر في متابعة هذا الملف في طرح كل جديد فيه. اتمنى انه نستطيع افادة الناس الموقفة خدماتهم، وانه نقدم شيء يحاول انه يرفع الضرر عن المتضررين. النقطة الأخيرة اللي أختم فيها واللي جتنا عليها ملاحظات كثير، أنه يا جماعة ترى احنا من بداية طرح الموضوع حتى اليوم دائما نقول أنه من حق صاحب الدين أنه يحفظ دينه بكل الآليات والطرق والقوانين اللي تساعده، وأيضا من حق المواطن الموقف خدماته أنه ما يتضرر كثير. فالدعوة دائما وأبدا إلى آلية تحفظ حق الاثنين، والذي نراه إلى الآن أن إيقاف الخدمات تضرر منه كثيرين. فأتمنى أن تكون هنالك آلية بديلة أو تعديلات واضحة وصريحة في ضوابطها وفي تنفيذها. بعد الفاصل مكملين معكم.